شبه سؤال، وهذا كنوجهوا للاخوان كلهم وخاصه السيد الحيداوي. كنعرفوا يعني الصعوبه ديال قطاع الصيد البحري، المعاناه ديال البحر ديال قطاع الصيد البحري، رغم انني مشاهد، ولكن انا اريد ان البحر حياته كلها يعني فوق الامواج وبالرياح بزاف ديال الاشياء، يعني كيعيش واحد الحياه كرفصه، المعاشات التغطيه الصحيه والاجتماعيه ديالو عار انه كيخرج ألف ديال الدرهم، عار. هنا خصنا نفتحوا الخاله، فين كاين الخاله؟ لا يعقل ان البحر 30 سنه و40 سنه هو ديما حوايجو فاسكين، ولكن النهار اللي كيجي خرج التقاعد ما اش كنعطيوه في الشريق النبره؟ علاش؟ لان مين كيجيو يعطيو هذاك جوج فرانكات كيحسبوا له على 3 سنين الاخيره، وهذه غير معقول. فرنسا البحر كيحسبوا له على 7 سنين الاخيره، اسبانيا كتحسب له على 9 سنين الاخيره، حنا المغرب على 3 سنين الاخيره. هذيك 3 سنين يمكن داك المركب كما كنقولوا كيكون في عطب ما كيخدمش، واقف كيوقف واحد العام ولا واحد عام ونص، ولكن الاعوام السابقه ما قبل داك 3 سنوات كان خير، كان يعني كانوا كيحودوا كيجيبوا الحوت كيبيعوا، التغطيه الصحيه والاجتماعيه كدوز، ولكن التقاعد كيبقى محصور على 3 سنوات الاخيره. ولهذا انا التمس من السيد الحيداوي السي محمد، شوف فيها مزيان، يعني هذه نقطه مهمه، وإذا تحققت هذه النقطة يعني شوف شحال من عامل عندنا، تقريبا ما يناهز المليون ديال البحار على الصعيد الوطني. أنا كنقول أكثر، غتكون واحد الفرحة كبيرة ندافعوا عليهم، وإلا ما حققناهاش في هذه المدة ديال أخنوش التجمع الوطني للأحرار، إلا ما حققناهاش في 5 سنوات راه ما عمرنا حقه. واش واش